يعلمون أن أصل حتى الكلب اختلف العلماء في هل هو نجس كله، هل هو بعضه نجس وبعضه طاهر، هل هو طاهر كله. الإمام مالك يرى أن الكلب كله طاهر، وأن النجاسة بس في الولوغ، في اللعاب، في الولوغ بالإناء فقط. تجد من العلماء مثل الحنابلة يرون أن الكلب كله نجس، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن بعض الكلب نجس وبعضه طاهر، فيرى مثل عرقه وشعره، ولا أدري هل يزيد على ذلك، لكن يرى أن أم البقية نجس. وأوسط الأقوال أن يقال أن ما كان من اللعاب وما هو أشد من اللعاب نجس، وغير ذلك ليس بنجس، بدليل جواز الصيد به. إذا ذهبت بالصيد به كيف تكون؟ ما يمكن أن تتحرز به. فهذا يعني مما يدل على يعني هذه الأقوال التي ذكرتها.